إلى ذلك أيدت المملكة العربية السعودية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وأضاف البيان السعودي أن المملكة ترحب بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وأيدت المملكة ما تضمنه إعلان ترامب من إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي. وأضاف البيان السعودي أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي كان مبينا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وجددت السعودية تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها ترامب تجاه إيران، وأعربت عن أملها بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية. من جانبها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي أوردها في كلمته، والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل. ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي للاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل للحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.